قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي. ويستفاد من هذه ما ذهب إليه الحنابلة من أن مطلق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من غير التقيد بالصفات المذكورة أنه مجزئ في إسقاط ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء كالألباني رحمه الله يرى أنه يجب أن تذكر صيغة من إحدى الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقولهم كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا، وذكر عدة صفات، وهذا يقتضي الوجوب. بينما الحنابلة يرون أنه لو قال اللهم صل على محمد فقد سقط عنه الركن وبرئت ذمته، وهذا هو الأقرب، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعرفون اصطلاح الإطلاق، لكنهم أرادوا أن يعرفوا ما هي الصفة فأخبرهم عليه الصلاة والسلام. وأما قوله قولوا فهذا ليس الوجوب، لأنه أمر في سياق جواب عن سؤال ولا يدل على الوجوب، كما لو قال قائل أين بيت فلان، فأنت تقول على سبيل الإرشاد اذهب من هنا. ويمكن كدليل آخر على المسألة السابقة في ترجيح المذهب أن الناظر في كتب المحدثين ماذا يجد؟ أن الصحابية رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، والعلماء إذا ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا لماذا؟ بالصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.